لفريق تشيلسي. كرة لمحاولة ملعوبة الآن داخل منطقة الجزاء. أبواب الريمونتادا تفتح بأخطار الإنجليزي. ماسون ماونت يسجل يضع الكرة في المرمى. وصلت اللي هو لوكا مودريتش ملعوب المحاولة في منطقة الجزاء. لا 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 إسبانيا تفتح من جديد هذه المرة من طريق الألماني روديغير. يسجل يعدل يعود 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 وفي مرمى كورتوا يضع الكرة ويعلن عن صد أربعة. كرة بمحاولة ألونسو ألونسو لا 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 المستحيل 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 لا مستحيل مع الإنجليز. جونيور لكن يعود مرة أخرى لأن لوكا مودريتش يلعبها داخل المنطقة. جنون جنون رودريغو يعيد الريال يعود الريال بأقدام البرازيلي يعود الريال الآن من خلال هذه المحاولة ومن خلال هذه التمريرة. ألابا عندي البحث عن كرة بتمريرة على داخل منطقة الجزاء. دائما العطاء يأتي عن طريق الكريم في الوقت المناسب. يظهر بنزيما يسجل بنزيما